صلاح الدين من سوريا من مدينة الشام. أعطيت القرار بالنسبة لجيت على تركيا أول شيء مشان موضوع الأمان وثاني شيء مشان موضوع علاج بنتي. بالنسبة لموضوع سوريا كنا عايشين بمنطقة تابعة لمدينة إدلب. موضوع التدريس هناك لا يوجد. موضوع العلاج أول شيء مسافة طويلة علي، يعني يبعد المركز عنا أقرب مركز علاج فيزيائي يبعد 100 كيلومتر عن المدينة الموجودة فيها. توجهت على مركز الهلال الأحمر من أجل تسريع مشان تسريع إجراءات الكملك لبنتي بحكم إنه لازم أباشر علاج، لأنه مشان في تركيا موضوع الكملك دخول على الكملك. من رحنا الهلال الأحمر تقريبا بالشهر الثالث، شهر إحنا أجينا على تركيا 15/1، إيه تقريبا بالشهر الثالث، بداية الشهر الثالث رحنا على الهلال الأحمر. ثم بعدين راح معنا في رئيسة المرأة في أنسة، هني كانت أنسة رابعة، أنسة ليديا، رحنا لعندهم وراحوا معنا بسيارتهم على مدير مشفى مرام أشترمان من أجل إعطاء تقرير طبي أولي مشان موضوع الكملك. ثم بعدين أخذنا تقرير طبي أولي موضوع الحالة تبع بنتي مشان تسريع إجراء الكملك، وتوجهنا على الريحانية على موضوع الورقة هاي، وهنيك الحمد لله رب العالمين على الشهر الرابع استلمنا الكملك تبع زوجتي وأولادي كلياتهم. آية بنتي أول بنت إلي تجيني، أول بنت إلي تجي إلي، أصيبت بحالة قيل سحية بأسفل النخاع الشوكي عندها، أثرت على حركة الأطراف السفلية عندها وعدم حس البول والبراز تماما. موضوع الآية والهلال الأحمر ساعدنا موضوع استخراج الكملك، مساعدة استخراج الكملك، راح معنا على المشفى طلع الكملك وتوجهنا على الموضوع المشافي. بالنسبة للهلال الأحمر، بالنسبة لموضوع الهلال الأحمر جينا هون على موضوع الهلال الأحمر مشان موضوع المدرسة. صراحة المدرسة هون طبعا رحنا على المدرسة اسمها مدرسة العصمت، رحنا مدرسة محمد باير أول شيء قريب من البيت، طبعا ما فيها صف أول. توجهنا على مدرسة اسمها مدرسة العصمت باشا، على المدرسة هنيك طبعا التقرير الطبية موجودة عنا، بعثونا على مركز رام للأبحاث، استخرجنا تقرير رابور طبي له وقرار مشان المدرسة إنه هذا القرار لا يمنع هذا الطفلة من دراسة بالمدرسة. رحنا على المدرسة، إدارة المدرسة كانت تقدم اعتراض على حالة البنت بحكم إنه ما في أطفال مثل هالموضوع هاد، وبحكم إنه المدرسة غير مهيئة لهيك حالات. من هون توجهنا وين؟ على مركز الهلال الأحمر بيقونيا، قدمنا لهم التقارير الطبية وشرحنا الوضع. قام المركز هون الله يجزيه الخير يا رب، حكى مع المدرسة، حكى مع مدير التربية. المهم قالوا لنا تروحوا يوم الاثنين انه مشان موضوع البنت تسجلوها، وبالفعل رحنا على الاداره هنيك على اداره المدرسه وسجلوا لنا البنت. انا بالعكس بنتي كل ما اشوفها مبسوطه وفرحانه هذا هو الكنز الي. بالنسبه للعمل بالليل هو مشان موضوع بنتي، مشان دراسه بنتي ومشان علاج فيزيائي. الأول كنا وسيلة النقل بالنسبة لبنتي إذا بدها تطلع من البيت هي عربية الشارع تبية الأطفال. بعدين بعد ما رحنا لمركز الهلال الأحمر وقدمنا التقرير الطبي ساعدونا موضوع الكرسي، وإجوا لهون بالموظفين وإجوا لعنا زارونا على البيت وأخذوا شوية معلومات عنا وقدموا لنا الكرسي. وبفضل هذا بفضل الله تعالى وفضل هذا الكرسي بنتي صار عندها نوع من الاعتماد على الذات. طبعا هذا الموضوع الحمد لله رب العالمين، هاي العاطفة الأب، العاطفة موجود عند الأب وعند بنتي أنا ما أنظر إلها يعني نظرة شفقة، ولكن أنظر إلها إن شاء الله مستقبل جيد وحاول أحميها من أي شيء وأساعدها بأي شيء أقدر عليه. وأهم شيء أنه أزرع البسمة
وجه بنتي والضحكة موجودة عندها والحزن أحسن أحسن أو أحاول أزيله عنها. والتعب هذا والتعب اللي بتعبه معها هذا كلياته إن شاء الله هي ما بتضيع، لأنها عندها إرادة قوية وعندها يعني حب للعلم بشكل كبير كبير جداً.